السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل عن برنامج ليون، هل هو يغني عن الماكس وعن الفوتوشوب؟ طيب خلينا نعرف كل واحد فيهم بيعمل ايه. الماكس تقدر تعمل بيه مجسمات، وتقدر تعمل بيه أفلام، وتقدر تعمل بيه رندر كويس جدا لأي موديل موجود، وتقدر تبني موديل جواه. تمام. اليومن لأ، اليومن ما تقدرش تبني حاجة جواه. اليومن بتجيب المبنى جاهز من أي برنامج سواء أركيكاد أو ريفيت، وتقدر تضيف بعض الحاجات عليه زي إنارة، زي مثلا حركة إنسان وهكذا، وتقدر تطلع منه صور وتقدر تطلع منه فيديوهات. فلو أنت مطلوب منك تعمل ريندر سريع للموديل اللي أنت عامله على برامج البيم، يبقى كده البرنامج هيبقى مفيد جدا ليك. إنما لو مطلوب منك ترسم حاجة من البداية أو تعمل حركات معينة في المبنى وكده، هتلاقي الماكس هو الأفضل. ولو عايز حاجة ادفانسد، يعني ميزة اليوم ده ان اي حد ممكن يشتغل عليه في خلال يعني يوم او يومين يتعلمه. تمام. فده حاجة وده حاجة تانية خالص، الاتنين مش منافسين اوي لبعض. لا انا ممكن مثلا اكون عايز اعمل حاجة بدرجة عالية جدا وعايز احط حاجات خاصة بيا، افكت خاص بيا وحاجات زي كده، يبقى هروح للماكس. عايز حاجة تطلع بشكل جميل جدا وتعجب الناس وفي ثواني، هروح لليومن. الفوتوشوب بياخد الصورة ويضيف عليها بعض المؤثرات الجميلة، فممكن بعد ما يخلص الشغل على اليومن هو بيطلع صورة شكلها حلو. بس في أحسن، ممكن من خلال الفوتوشوب تحط بعض الفلاتر، تحط بعض التأثيرات اللي تخليك الشغل أفضل. تمام. حتى الماكس بعد ما يخلص شغل ممكن يدخلها فوتوشوب. الريفت بعد ما يطلع صورة عايز تعمل عليها شوية رتوش وشوية مؤثرات حلوة جدا للبرزنتيشن، بتدخلها على الفوتوشوب. فكل حاجة ليها المجال بتاعها، وممكن كل واحد فيهم يساعد شوية او يغني شوية عن حاجة تانية. بس مش معنى كده ان انا مروحش للحاجة المتخصصة. على سبيل المثال، انت ممكن تعمل جداول في برنامج الوورد وفي الباوربوينت، بس لو انت عايز جداول صح روح للاكسل. لو انت عايز تعمل عرض تقديمي ممكن تعمله بالوورد فعلا. تمام. بس مش هيطلع بنفس جودة لو عملتها بالباوربوينت وهكذا. يعني خلينا نلخص الموضوع، ادي العيش لخبازه.